ستيشن فورس. احنا النهارده هنتكلم عن الممبرز اللي عليها كومبريشن وبندنج مومنت الاثنين مع بعض، ودي بتظهر في الاعمده اللي في الفريمات زي الفريم اللي قدامنا دلوقتي على الشاشه. ده فريم متعلق فيه قطر مونوريل زي ما انتم شايفين، مش ده الاساس. الاساس ان انا عندي فريم اللي هو لونه اخضر دوت، والفريم العمود بتاع الفريم زي ما احنا عارفين بيبقى عليه نورمال ومومنت مع بعض، فكمبريشن وبندنج مومنت. فالدرس بتاع النهارده هو يعتبر كومباينيشن ما بين الدرسين اللي انتوا خدتوهم قبل كده، الدرس بتاع الكمبريشن ممبر بتاع الترم الاولاني، ودرس بتاع الفليكشر ممبر بتاع الترم الثاني اللي هو بتاع البيمز، او اللي انتوا خدتوه في اخر الترم الاولاني وكملتوا عليه في الترم دوت كمثال على الكرين جيردر. القطاعات بتاعه الاعمده عندنا بتتقسم لنوعين، يا اما رولد سيكشن بيبقى شكل الاي بيم، وده شكله في الكروس سيكشن، واحنا عارفين من الجداول ان في اي بي اي اتش اي اي او اتش اي بي. ممكن الستريننج اكشن على العمود تبقى كبيره، فانا ممكن ما الاقيش قطاع في الجدول يطلع صيف، فاضطر ان انا اعمل قطاع بنفسي وبسميه بيلت اب سيكشن. والبيلت اب سيكشن ده ممكن اعمله بثلاثة بليتس الحمهم في بعض واعمل برضو شكل حرف الاي، بس اختار التخانات وال بتاعه البليت زي ما انا عايز اكبر من اللي موجوده في الجدول. ده اللي احنا هناخده النهارده. اللي هناخده المحاضره اللي جايه ان شاء الله هو تكمله للبيلت اب سيكشن، بس مش هيبقى شكل اي. ممكن اعمل شكل بالمنظر دوت، ان انا اجيب اتنين سي شانل واخليهم بعاد عن بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه، واربطهم مع بعض ببليتس زي الشكل اللي انتوا شايفينه كده. وممكن اعمل انجلز واربطهم بقى في الاتجاهين مش في اتجاه واحد زي الشانلز، واعمل اي شكل من اشكال اللي بسميها البيلت اب سيكشنز. يبقى انا عندي يا اما رولد سيكشن اللي هو شكل الاي، وده اللي هتكلم عنه النهارده، يا اما بيلت اب سيكشن، وده هتكلم عنه المحاضره اللي جايه. تعالوا نراجع بسرعه الدرس بتاع الكومبريشن ممبر بتاع الترم اللي فات. احنا كان عندنا ممبرز خدناها في التراس عليها اكسيال كومبريشن، كنا بنعمل عليها التشيك اللي باين على المحاضره دلوقتي، ان البي التيميت اللي جايه على الممبر لازم تكون اقل من فاي سي في البي نومينال اللي يقدر يشيلها الممبر. بعد كده لما خدنا البيندنج مومنت عملنا معادله شبه المعادله بتاعت النورمال، بس قلنا ان المومنت الالتيميت حوالين محور اكس لازم يكون اقل من الفاي بتاعت البيندنج مضروبه في النومينال مومنت بتاع القطاع حوالين محور اكس. بس ده كان لوحده وده كان لوحده، احنا دلوقتي عندنا الاثنين مع بعض. طيب هل ان انا اقدر اجمع المعادلتين دول على بعض واقول ان بي التيميت زائد ام التيميت يعني الطرف الشمال زائد الطرف الشمال اقل من الطرف اليمين زائد الطرف اليمين؟ اكيد ما اقدرش اجمع نورمال فورس زائد بيندنج مومنت، ولا كمان اقدر اجمع الالاوبل او النومينال بتاع النورمال زائد الالاوبل بتاع المومنت، لان ده كان حاجه وده حاجه تانية خالص. زي ما انتم عارفين ان النومينال نورمال فورس دي بتتاثر بالاوفرول باكلينج، كنا بنحسب اللامدا باكلينج بتاعت الممبر ونخش نجيب منها اف كريتيكال واقدر اعرف البي نومينال بتاعتي كام. فالممبر الطويل غير الممبر القصير، السلندرنس ريشيو بتاعت الممبر بتاثر على مقاومه الكمبريشن فورس. لكن في المومنت كان عندي حاجات تانية بتاثر على مقاومه المومنت اللي هي الام نومينال. كان في عندي حاجه اسمها اللوكال باكلينج، القطاع بتاعي كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر، وكان عندي لاترال تورشنال باكلينج اللي هو اللي ممكن يحصل للكمبريشن فلانج، وكنت بحسب الانسبورتد لينس بتاعي بيساوي كام، والقطاع يقدر في الانسبورتد لينس دوت يحصل له لاترال تورشن باكلينج ولا لا. طب احنا عشان نتحايل على المعادلتين دول ونعرف نجمعهم على بعض، احنا مسكنا كل معادله وقسمنا الطرفين بتوعها على النومينال سترينث. فالمعادله اللي على الشمال بتاعت النورمال فورس بقت بي التيميت على فاي كومبريشن في البي نومينال لازم تكون اقل من او يساوي الواحد، لان الطرف اليمين قسمناه على نفسه فبقى بيساوي واحد، الطرف اللي على الشمال بقى بالمنظر دوت. في المومنت هنعمل نفس الكلام، وهيبقى عندنا ام التيميت حوالين اكس على الفاي بيندنج
في الـ M nominal X لازم يكون أقل من واحد، وزيها في المومنت M Y. أنا بالطريقة دي تخليت كأني بقولك إن الـ Actual أقل من واحد في كل ناحية، فدلوقتي بقى الـ Allowable بتاعي يعتبر بيساوي واحد، فأقدر أعمل حاجة زي الـ Interaction Equation وأقول إن الـ Actual بتاع الـ Normal Force زائد الـ Actual بتاع الـ Bending Moment يكونوا أقل من الـ Allowable بتاعي اللي هو الواحد. فالمعادلة هتبقى بالمنظر دوت: P ultimate على phi compression في P nominal زائد M ultimate X على phi bending في M nominal X زائد ال Y أقل من واحد. بس الكود قال لي لما يكون عندك الاثنين مومنت بالمنظر دوت بضربها في reduction factor بيساوي 8/9. فده بس في reduction factor زوده علشان أنا خدت تأثير الاثنين مومنت معايا في الاعتبار. المعادلة دي بتبقى valid لو كان الترم الأولاني بتاع الـ interaction equation اللي هو P ultimate على phi compression في P nominal أكتر من 20%، لكن لو كانت الترم الأولاني أقل من 20% فالفاكتورز بتتغير، 8/9 ما بتبقاش موجودة، الفاكتور ما بيبقاش موجود مع المومنت، بيبقى موجود مع الترم بتاع normal force وبيبقى 0.5 أو 1/2. يبقى أنا بحدد معادلة الانتراكشن ايكويشن اللي هدخل فيها بناء على قيمة الترم الأولاني اللي هو P ultimate على الفاي كومبريشن في P nominal، وحدد أنا هدخل في المعادلة الأولانية أو المعادلة الثانية. اللي أنا عملته دوت، أنا كده عملت تشيك على قطاع عمود، بس بيقول لي لازم يكون العمود دوت double symmetric section، يعني symmetric حوالين محور X وحوالين محور Y، ويكون عليه باي اكسيال بيندنج، يعني عليه ام اكس وام واي مومنت يعني، واكسيال كومبريشن. يبقى انا لو عندي قطاع دبل سيمتريك وعليه ام اكس وام واي هدخل في معادله من الاثنين دول، وده بسميه الليميت ستيت الاولاني او الان بلين انستابيليتي. لكن لو القطاع كان دبل سيمتريك بس عليه بيندنج واحد فقط ام اكس، وعاده على فكره بتبقى هي دي الكيس اللي عندنا، ان المومنت على القطاع بيبقى في اتجاه واحد بس ام اكس، فالمعادله اللي انا بدخل فيها ما بيبقاش فيها ام واي خلاص، فبتبقى الانتراكشن هي بي التيميت على 5 في بي نومينال زائد 8/9 ام التيميت على 5 بيندنج في ام نومينال، وبرضو لو كانت البي التيميت على البي نومينال اكس اكتر من 20% بدخل في المعادله الاولانيه، واكتر واقل من 20% بدخل في المعادله الثانيه. بس تاخدوا بالكوا هنا من حاجة: في الترم الأولاني P ultimate على P nominal أنا قلت P nominal X، فلما بيكون عندي مومنت حوالين محور X الترم الأولاني P ultimate بقسمه على P nominal X، لكن المرة اللي فاتت لما كان عندي double moment أنا اشتغلت زي ما بشتغل عادي في الكمبريشن، حسبت P nominal سواء X أو Y وشفت مين الكريتيكال اللي فيهم. لكن هنا انا عندي بس بيندنج حوالين محور اكس، فالكود بيقول لي ان البي نومينال اللي هي بتاعه الترم الاولاني اللي في المقام ديت هحسبها لمحور اكس فقط، فانا هحسب الباكلينج بتاع محور اكس فقط، مش هحسب الاثنين واخد الكريتيكال اللي فيهم. دي بتبقى الحاله الاولانيه او التشيك الاولاني اللي هو الليميت ستيت الاولاني اللي هو الان بلين انستابيليتي. بيقول لي هتعمل تشيك تاني بقى لوحده عشان محور واي اللي انت اهملته في المعادلة اللي فاتت، وده بسميه الاوت اوف بلين باكلينج. معادلة شبه اللي فوق، لكن الترم الاولاني قسمت بقى المرة دي على بي نومينال واي، والترم التاني ما ظهرش فيه 8/9، لكن الترم كله بقى سكوير ام التيميت على فاي بيندنج في ام نومينال سكوير، لازم يكون اقل من واحد. يبقى الموضوع باختصار يا جماعة: لو أنا عندي سيكشن دبل سيمتريك، في السلايد اللي فاتت كان عليه دبل مومنت، فبدخل في انتراكشن ايكويشن بتتكون من ثلاث ترمات، وبدخل في هي بيبقى ليميت ستيت واحد فقط اللي هو الانستابيليتي بتاعت العمود. لكن لما يكون القطاع عليه مومنت واحد ام اكس بيبقى فيه عندي اتنين ليميت ستيتس. ليميت ستيت الأولانية هو انستابيليتي حوالين محور اكس، والليميت ستيت التانية هي انستابيليتي حوالين محور واي. هل في حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ يا دكتور بعد إذنك. أيوه.
هو انا ليه بعمل ريدكشن فاكتور للبي؟ هو انا مش الحاله الأسوأ عندي ان يبقى العمود عليه كومبريشن او الحديد عموما عليه كومبريشن، فانا ليه بقلل البي دي؟ مش المفروض ان انا سايفها اكتر ما قللهاش؟ انا كده بقارن باتنين فاي بي نومينال. لا، هي الحكايه مش كده. هي المعادله دي ما هياش معادله احنا مستنتجينها بشكل اناليتيكال، يعني مش معادله ستريسز مثلا. فلو انا بعمل معادله ستريسز زي اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في الاستراكشر، بقول ان الستريسز اللي جايه من النورمال فورس اللي هي نورمال والبي على الاريا زائد المومنت على ام اف واي على اي، يعني كنت بحسب الستريسز نتيجة النورمال فورس وبجمعها على الستريسز نتيجة البندنج مومنت وبسميه دول كلهم نورمال ستريسز، فأنا ما ببقاش بضرب في فاكتورز، وبقارنها بالألاوبل كومبريسيف ستريسز بتاعت القطاع. فدي بنسميها اناليتيكال ايكويشن. الحالة اللي قدامنا دلوقتي ما هياش اناليتيكال ايكويشن، دي معادلة جاية من اكسبيرمنتال داتا، معادلة بتعتمد على اختبارات حصلت في المعمل، والاختبارات دي مثلناها على كيرف بمجموعة من النقط، وبعدين عملنا بيست فيتنج للنقط دي بكيرف وطلعنا الإكويشن بتاعت الكيرف. الإكويشن بتاعت الكيرف هي اللي احنا قدامنا دلوقتي، اللي هي اللي تشيك اللي احنا بنعمله، اللي هي الليميت ستيت الأولاني والليميت ستيت الثاني. فالإكويشن دي ما هياش حاجة ليها يونتس، دي بي على بي، ده نورمال على نورمال زائد مومنت على مومنت، فما هياش معادلة فورسز ولا معادلة ستريسز. زي ما انت شايفة ده يونتلس، فما اقدرش اقول هو انا ليه خدت نص النورمال او ليه الترم بتاع المومنت خدته سكوير. انا الكلام ده كله عملته علشان افت الاكويشن مع النقط اللي طلعت لي من تجارب عملية لمئات التجارب كان قطاع عمود عليه نورمال ومومنت. فاهمة كده يا باشمهندسة؟ فهمت يا دكتور، شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ طيب انا مش شايف بصراحة لما انتوا بترفعوا ايديكوا، فاللي عنده سؤال ممكن يعمل unmute ويستأذن ويتكلم. طيب احنا كده شفنا الحالتين بتوع الدبل سيمتريك سيكشن، مرة كان عليه دبل مومنت ومرة كان عليه سنجل مومنت. في حالة بقى لما يكون القطاع سنجلي سيمتريك، ساعات بنلجأ للقطاع ان انا مثلا اعمل اي سيكشن بس الفلانجة بتاعته الاثنين فلانجات بتوعه مش قد بعض، ففي الحالة دي القطاع هيبقى متماثل حوالين محور Y لكن مش متماثل حوالين محور X. قطاع شبه الكرين جيردر اللي انتوا عملتوه، فده بسميه سنجلي سيمتريك. الكود بيقول لي ممكن للسهولة تتعامل مع السنجلي سيمتريك زي ما تعاملت مع الدبل سيمتريك، بس في كونديشن واحد فقط، ان الاريا بتاعت الفلانجة الكبيرة ما تزيدش عن مرتين الاريا بتاعت الفلانجة الصغيرة، وفي الحالة دي استخدم المعادلات اللي فاتت وادخل في المعادلات بتاعت الدبل سيمتريك. واحنا عادة ما بيحصلش ان احنا نفايوليت الكونديشن دوت، عادة مش بنكبر فلانجة بشكل كبير قوي لدرجة انها تبقى اكبر من ضعف الفلانجة اللي تحت، لكن لو ده حصل هو للأسف مش بيتغطى في الكود المصري، لكن ممكن لو الكيس دي ظهرت قدامنا ممكن نلجأ لكودز تانية زي الكود الأمريكاني مثلا في الكيس ديت بالتفصيل، لكن احنا في الكود المصري حطينا بس الكيس بتاعت ان الفلانجة الكبيرة ما تزيدش عن ضعف الفلانجة الصغيرة. ممكن بقى يكون قطاع سواء دبل سيمتريك او سنجل سيمتريك وعليه بيندنج مومنت بس ما عليهوش كومبريشن فورس، عليه تنشن فورس. انتوا مفروض يا جماعه لما تيجي تصمموا عمود او اي قطاع اي ممبر، احنا بنعمل ديفرنت كومباينيشنز، لود كومباينيشنز، بتدخل الفريم بتاعك على الساب وتحسب الكيسز بتاعه الديد لود واللايف لود والويند لود اللي جاي من الليفت او من الرايت، وممكن يبقى عندك سايزميك لود، وممكن يبقى عندك temperature load.
فانت عندك لودز كتيره بتعمل كومباينيشنز، فممكن نفس العمود يكون عليه في حاله من الحالات ام اكس وكمبريشن، وفي حاله من الحالات عليه ام اكس وام واي وكمبريشن، وفي حاله ثالثه عليه ام اكس وتنشن. فبيقول لك لو في حاله ام اكس وتنشن هنتعامل معاه شبه الحاله بتاعه البندنج وكمبريشن، بس هنغير الفاي بتاعه الكمبريشن اللي هي كانت بتساوي 0.8، هنستخدم الفاي بتاعه التنشن اللي هي 0.85. في السلايد دي انا هراجع معاكم بسرعه الدرس بتاع الكمبريشن ممبر. زي ما بقول لكم الدرس بتاع النهارده هو كومباينيشن ما بين الدرس بتاع الكمبريشن ودرس بتاع البندنج. فاكرين في الكمبريشن كنا بنحسب لامدا ان بلين اللي هي الكي في ال باكلينج ان على الار اللي هو الراديوس اوف جيريشن حوالين المحور الان بلين، ونفس الكلام في اللامدا اوت واتاكد ان كل واحده اقل من 180. وبعدين بخش اجيب حاجه اسمها لامدا سي، وعلى حسب اللامدا سي بحدد الكيرف اللي انا هدخل فيه عشان اجيب الاف كريتيكال. كان عندي كيرفين، لو اللامدا اقل من 1.1 بدخل في كيرف اسمه ان الاستيك باكلينج، ولو اكتر من 1.1 هدخل في الالاستيك باكلينج. معادلتين بعوض فيهم بالمنظر ده عشان اجيب اف كريتيكال. بضرب اف كريتيكال في اريا جروس ابقى جبت البي نومينال، اضرب بي نومينال في الفاي كومبريشن ابقى جبت البي نومينال الفاكتور بي نومينال. ولازم اتاكد ان البي التيميت اللي هو النورمال اللي جاي على العمود يكون اقل من او يساوي الفاي سي في بي نومينال. ده اللي احنا خدناه في الترم اللي فات. طيب الباكلينج ان بلين واوت اوف بلين بحسبه ازاي في حاله الفريم؟ ده شكل فريم مرسوم قدامنا اللي هو لونه احمر دوت، ومحطوط عليه بيرلينز وسايد جيرد. العمود بتاعه ممكن يحصل له لو احنا كبرناه ممكن يحصل له باكلينج في المستوى بتاع الفريم وبسميه ان بلين باكلينج، وممكن يحصل له باكلينج في بره المستوى في البريسنج. الباكلينج ان بلين بيبقى حوالين محور اكس، وبحسب اللامدا هي ال باكلينج ان على ار اكس، والباكلينج اوت بيبقى حوالين محور واي، وبحسب اللامدا ال باكلينج اوت على ار واي، وبتاكد طبعا ان كل واحده منهم اقل من 180. طيب الباكلينج ان بلين او اوت اوف بلين احنا بنقول كي في ال، الكي ده بكام؟ في عندنا طريقتين لحساب الباكلينج بتاع العمود. دي الطريقه الاولانيه، الكود بيديني جدول، الجدول دوت بستخدمه فقط لو انا قادر احدد الاند كونديشنز بتاعت العمود بشكل دقيق. فبيقول لي ذا باكلينج لينث فاكتور فور ممبرز وذ ويل ديفايند اند كونديشنز. فانا عندي عمود زي مثلا الحاله الرابعه هنجد هنجد، واضح وصريح فوق هنج وتحت هنج، يبقى الكي بتاعته بواحد. كلنا حافظين ان اللينك ممبر الكي بتاعته بواحد، يبقى كي في ال واحد في ال، يبقى الباكلينج بتاعه هو بيساوي ال. الحاله اللي جنبها اللي هي الرقم 5 دي حاله الكانتليفر اللي هو فيكسد من تحت وفري من فوق، فالباكلينج فاكتور بتاع الكانتليفر 2.1 في ال. طب ايه بقى الاربع حالات التانيين دول؟ لو ابتدينا بالحاله الاولانيه، لو انا قلت ان العمود فيكسد ودي يمكن تكون حاله نادره قوي، الكي بتاعته بتساوي 0.65، لو فيكسد من تحت وهنجد من فوق تبقى 0.8. لو الحالة التالتة فيكسد من تحت وحاجة غريبة كده من فوق، إيه اللي من فوق دوت؟ رسم لي مستطيل كده متهشر. لو نزلت بصيت تحت في تعريف بتاع المستطيل المتهشر بيقول لي دي نقطة الروتيشن فيها prevented لكن الترانسليشن permitted، يعني مسموح لها بالحركة لكن مش مسموح لها بالدوران. تعريف جديد لنقطة بشكل جديد. طب احنا بتقابلنا نقطة بالشكل ده؟ بيقول لي اه. نعم اكسد رولر؟ لا، الرولر بتسمح بالدوران وبتسمح بالحركة لكن ديت ممنوعة من الدوران. بيقول لي روتيشن بريفنتد. الحالة ديت حالة ان العمود متصل بتراس. التراس ده يا جماعة بيبقى دبسه مثلا متر ونص، 2 متر، 3 متر على حسب الاسبان بتاعته، فاحنا بنعتبره زي ما يكون كاميرا كبيره قوي دبسها 3 متر. العمود الصغير
ما يقدرش ياخد التراس الكبير ده ويلف بيه. فبنعتبر نقطة التقاء العمود بالتراس دي نقطة مش مسموح لها بالدوران. لكن أنا لو زقيت التراس أفقيا النقطة بتاعت العمود هتتحرك، يبقى إذن النقطة التقاء العمود بأي تراس أو بأي كاميرا دبسها كبير 2 متر 3 متر، ما هياش كاميرا IPE 300 أو 400 يعني 40 سنتي، لا بقولك 3 متر 4 متر. أنا مرة صممت تراس كان الدبس بتاعه 7 متر، فعمود متصل بتراس 7 متر هيبقى صعب ان انا اقول ان النقطة بتاعت العمود اللي فوق دي بتلف. يبقى النقطة نقطة التقاء العمود بالتراس هي نقطة ممنوعة من الروتيشن، لكن السايد سوي بيرميتد يعني ممكن تتحرك. هاخد ساعتها كيب 1.2 لو كانت قاعدة العمود من تحت فيكسد. لو كانت نفس الكلام تراس من فوق بس القاعدة من تحت هنجد، بروح للحالة الأخرانية اللي هي رقم 6 اللي على اليمين خالص، الكيب بتاعتها باتنين. فدول حالتين هيبتدوا يقابلونا كتير، عمود متصل بتراس وقعدته من تحت هنجد او فيكسد، فبجيب الكي من الجدول ده. يبقى الجدول ده بستخدمه لو انا قادر احدد الاند كونديشنز بتاعه العمود من تحت شكلها عامل ازاي ومن فوق شكلها عامل ازاي، والجدول ده بيحدد لي 6 حالات. دي شويه امثله، تراس اهو اللي على الشمال هنجد من تحت ومن فوق تراس، يبقى انا هستخدم الحاله اللي كنت لسه بتكلم عنها اللي هي الحاله الاخرانيه حاله رقم 6، الكي بتاعتها باتنين. بس اتنين مضروبه في طول العمود، طول العمود بيساوي كام؟ من تحت خالص لغايه السنتر لاين بتاعت الكاميرا او السنتر لاين بتاع التراس اللي هي اتش 1 بلس نص اتش 2. يبقى انا هاخد زي ما انتم شايفين مكتوب كده اتش 1 بلس اتش 2 على 2 مضروبه في 2، والباكلينج اوت اوف بلين. ببص على شكل التراس، شكل البريسنج، الفيرتيكال بريسنج، هلاقي ان العمود ممكن يحصل له باكلينج على اتش 1 او على اتش 2 الكبير اللي فيهم، يبقى هو ده الباكلينج بتاعي اوت اوف بلين، فغالبا هيبقى اتش 1. يبقى انا كده حددت الباكلينج لينس ان بلين واوت اوف بلين بتاع العمود. وهكذا لو كان التراس نفس التراس بس القاعده بتاعته فيكسد، فما بقتش الجدول اللي فات ما بقاش كيس رقم 4 بقى 6، بقت كيس رقم 3 او 4 اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي الفاكتور بتاعها ب 1.2 مش ب 2، برضه هضربها في اتش 1 بلس اتش 2 على 2. لو كان كانتليفر تراس هيبقى العمود هو كمان كانتليفر، يبقى الحاله دي ان الـ النقطه اللي فوق اللي هي التقاء العمود مع التراس بقت مسموح لها بالروتيشن ومسموح لها بالحركه. واحد يقول لي بس ده تراس، هقول لك اه هو تراس بس الناحيه الثانيه بتاعته فري، يعني تراس ضعيف، فممكن الكانتليفر دوت بسهوله يلف. يبقى انا هاخد الفاكتور بتاع العمود الكانتليفر، هاخد الارتفاع بتاع العمود واضربه في 2.1، وبرده الباكلينج اوت اوف بلين ببص على شكل الفيرتيكال بريسنج وحدد اطول سيجمنت ممكن يحصل له باكلينج. ده نوع من انواع الكولومز. ساعات الكولوم من فوق بيبقى قطاعه صغير رولد سيكشن، ومن تحت بعمله بيلت اب سيكشن. لما بيكون عندي كرين جيردر بتبقى نقله رياكشن كبير على العمود، فبكبر القطاع بتاع العمود تحت واصغره فوق. فالعمود بيتقسم عمودين، العمود اللي تحت بسميه الكرين كولوم، والعمود اللي فوق بسميه الروف كولوم. في الحاله دي الباكلينج لينس ان بلين باخد الفاكتور بتاعه بيساوي 1.5 في ارتفاع العمود اللي انا بصممه. فانا لو بصمم الكرين كولوم هيبقى 1.5 في اتش 1، ولو بصمم الروف كولوم هيبقى 1.5 مضروبه في اتش 2 بلس اتش 3 اوفر 2. والباكلينج لينس اوت اوف بلين خلاص بقى سهله مش هنقولها تاني، بنبص على شكل البريسنج واخد اطول طول في العمود، يبقى هو ده الباكلينج اوت اوف بلين. يبقى احنا كده خلصنا الكيس الاولانيه بتاعت الباكلينج لينس. لو كانت العمود قادر احدد الكونديشنز بتاعته هي هنجد ولا فيكسد، مسموحه بالروتيشن ولا ممنوعه من الروتيشن. لكن لو جالي فريم زي اللي مرسوم قدامي، ودي تبقى الحاله الثانيه، فريم عايز بصمم العمود اللي انا حاطه جوه الريكتانجل الاورنج دوت، هسمي النقطه اللي تحت بتاعت العمود A والنقطه اللي فوق B. مش هقدر اقول قوي نقطه A ديت هنجد ولا فيكسد، لا هي متصله بتراس، لا دي متصله بكاميرا عاديه، كاميرا فريم عاديه، فما اقدرش اقول ان النقطه دي ممنوعه من الروتيشن.
لا هيحصل عندها شوية روتيشن، ولا هي القاعدة بتاعت العمود فانا عارف انها هنجد بيز او فيكسد بيز. في الحالة دي بيقول لي احنا بنمشي بطريقة تانية عشان احدد الباكلينج لينث بتاع العمود، بندخل في حاجة اسمها الالايمنت تشارت. بس قبل ما ادخل في الالايمنت تشارت بحسب الاستفنس بتاعت التو جوينتس بتاعت العمود اللي هي جوينت A وجوينت B، فبحسب حاجة اسمها جي او الاستفنس بتاعت الجوينت. بتساوي ايه جي ديت؟ فوق سيجما اي على ال بتاعت كل الكولومز اللي بتتقابل في النقطة اللي انا بحسب الجي عندها، مقسومة على اي على ال بتاعت كل الجيردرز او الكاميرات اللي بتتقابل في النقطة اللي انا بحسب الجي عندها. يعني فور اكزامبل نقطة ايه اللي احنا شايفينها اللي هو العمود اللي في الدور التاني دوت اللي هو في النص في الدور التاني، نقطة A في عندها عمودين بيتقابلوا، عمود في الدور الثاني وعمود في الدور الأولاني، وكمان عندها كامرتين أو تو جيردرز، كامرة جاية من الإسبان اللي على اليمين وكامرة جاية من الإسبان اللي على الشمال، كل واحدة ليها الطول بتاعها وليها الإنيرشيا بتاعتها، والعمود نفس الكلام الدور اللي تحت ليه الطول بتاعه وليه الإنيرشيا بتاعته، وفوق ليه الطول بتاعه والإنيرشيا بتاعته. فأقدر أقول I على L بتاعت كل واحد زائد I على L بتاعت الثاني سواء للكولومز او للجيردرز. يبقى انا هجيب الجي بتاعت نقطه A واكرر نفس الكلام لنقطه B النقطه اللي فوق، بس نقطه B اللي فوق عندها عمود واحد فقط واثنين جيردرز، فالجي او الستيفنس هتبقى مختلفه من A عن B. بدخل بعد كده في تشارت زي اللي مرسومه ديت، دول كيرفين، يا اما هدخل في الكيرف اللي على اليمين يا اما هدخل في الكيرف اللي على الشمال. بدخل ازاي بقى؟ سي ان انا هدخل على الكيرف اللي على اليمين، في عندي حاجه اسمها جي اي السكيل، العمود اللي على الشمال جي اي والعمود اللي على اليمين جي بي وفي النص كي، فانا حسبت جي اي وجي بي، فبروح محدد نقطه جي اي ونقطه جي بي واروح موصل بينهم كده، يروح قاطع الكيرف اللي في النص او اللاين اللي في النص في نقطه، اشوف النقطه دي بتساوي كام، ابقى عرفت الكي بتاعتي بتساوي كام. يعني الاكزامبل اللي انا رسمه دوت الكي هتطلع مثلا ب 2.4 من 10 بين الاثنين والثلاثة، وهو مقسم لي بين الاثنين والثلاثة بخمسة سيجمنتس، كل سيجمنت ب 2 من 10، فالسيجمنت الاولاني 2.2 بعدين 2.4 2.6 2.8 وبعدين 3، فانت بالنسبه والتناسب كده بتعرف الكي بتاعتك بتساوي كام. ملاحظين ان الكي هتطلع اكتر من واحد، التشارت اللي على اليمين ديت اقل قيمه للكي بواحد واكبر قيمه للكي بانفينيتي، ودوت منطقي لان بيقول لي تحت ان التشارت ديت استخدمها لو السايد سوي بيرميتد. فبرجع ابص على الفريم بتاعي اللي برسومه على الشمال، الفريم ده لو انت زقيته باي لاترال فورس هيتزق معاك، يبقى ده سايد سوي بيرميتد، لكن لو كان ممسوك ببريسنج في الارض هيبقى في الحاله دي سايد سوي بريفنتد. وهدخل في التشارت بقى الاولانيه اللي هي على الشمال، التشارت الاولانيه دي هتلاقي مكتوب عليها سايد سوي بريفنتد، لو بصيت على القيم بتاعت الكي هتلاقي اصغر قيمه للكي هي نص واكبر قيمه هي واحد. يبقى لازم ابقى عارف في بالي كده يا جماعه ان لو العمود موجود في فريم ممنوع من السايد سوي هتبقى الكي بتاعته اقل من واحد، ولو مسموح له بالسايد سوي هدخل في التشارت اللي على اليمين وهتبقى الكي بتاعته اكيد اكبر من واحد، ممكن تبقى باتنين او تلاتة او خمسة او عشرة على حسب ايه، على حسب الاستفنس بتاعت التو انس بتوعه الجي اي والجي بي. الكود بيقول لي ان انا مفروض هعمل شوية أو أخد بالي من شوية اعتبارات وأنا بستخدم المعادلة بتاعت الجي اللي هي سيجما آي على إل بتاعت الكولومز وسيجما آي على إل بتاعت الجيردرز. اعتبارات زي إيه؟ يعني لو أنا مثلا بدرس العمود اللي في الدور الأرضي اللي على الشمال هلاقي نقطة A دي الهنجد أو الفيكسد بيز بتاعت العمود، هجيب لها الجي بتاعتها ازاي بالمعادله بتاعت اي على ال بتاعت الكولومز واي على ال بتاعت الجيردرز؟ قال لي لا، في الحاله دي الامور بتبقى سهله، وبدخل في الجدول اللي بان عندي تحت دوت،
لو النقطة هنجت هتبقى الجي بتاعتها بعشرة، ولو النقطة فيكست هتبقى الجي بتاعتها بواحد. فأنا مش هدخل في المعادلة لو الاند كونديشن هو البيز بتاعتي، وأنا عارف أنا مصمم العمود أو عايز أصمم البيز بتاعته هنجد ولا فيكسد، يبقى أنا هحسب الجي بتاعت النقطة اللي فوق بس. يبقى أنا كده عرفت الجي بتاعت النقطة اللي تحت وحسبت الجي بتاعت النقطة اللي فوق، وادخل في الالايمنت تشارت. بيقول لي كمان وانت بتحسب الاي على ال بتاعت الجردر اللي هي المقام بتاع المعادلة الجي ديت، مكتوب سيجما اي على ال بتاعت الجردر، كل جردر بتحسب الانيرشيا على طول بتاعها ال. بيقول لي هنعمل لها موديفيكيشن فاكتور على حسب الناحية التانية بتاعت الجردر شكلها ايه، هنجد ولا فيكسد. يعني الكاميرا اللي انا بحسب لها اي على ال بيقول لي هضربها في واحد ونص لو كانت الناحية التانية بتاعت الجردر هنجد، هضربها في اتنين لو كانت الناحية بتاعت الجردر فيكسد. الكلام ده فريم ممنوع من السايد سوي، ولو مسموح بس الفاكتورز هتبقى بنص و 0.67 لو كانت هنجد او فيكسد. فاخد بالي ان المعادلة اللي فاتت اللي هي المعادلة ديت، وانا بحسب اي على ال بتاعت الجردرز، انا مثلا عندي اتنين جردرز هنا، واحده يمين واحده شمال، فانا بحسب اللي على الشمال بقول اي جردر واحد على ال جردر واحد، وبشوف الفور اند بتاعت الكاميرا لو كانت هنجد صريحه او فيكسد صريحه بضرب في موديفيكيشن فاكتور، لو كانش هنجد او فيكسيشن يبقى خلاص ما بضربش في موديفيكيشن فاكتور وبستخدم المعادله زي ما هي. ونفس الكلام الجردر الثانيه، جردر 2 الناحية البعيدة ما فيهاش هنجد أو فيكسيشن يبقى مش بضرب في موديفيكيشن فاكتور، بستخدم المعادلة زي ما هي. لكن لو هنجد أو فيكسد بستخدم الجدول ده علشان أحدد أنا هضرب في موديفيكيشن فاكتور ولا لا. في موديفيكيشن فاكتور تاني هعمله، وده بيظهر على حسب العمود بتاعي عمود كبير قوي بالنسبة للكاميرا ولا مش كبير بالنسبة للكاميرا. اعرف ازاي؟ يقول لي وانت بتحسب العمود حسبت له لامدا سي، فاكرين واحنا بنحسب الاف كريتيكال بتاعته حسبنا اللامدا، حسبنا لامدا سي وطلعت على حسب اللامدا لو كانت اقل من 1.1 فاكرين دخلت في معادله، ولو اكتر من 1.1 دخلت في معادله تانية. لو اقل من 1.1 ده معناه يا جماعه ان العمود عمود ضخم، يعني الباكلينج بتاعه مدخلني في الكاتيجوري بتاع الان الاستيك باكلينج، فالستيفنس بتاعته بالنسبه للكاميرا كبيره شويه. فبيقول لي طول ما انت اللامدا سي بتاعتك اقل من 1.1 هتعمل ريدكشن فاكتور للاي على وانت بتحسب الجي، الاي على ال بتاعه الكولوم هتضربها في ريدكشن فاكتور من الجدول دوت، بيبتدي من العمود الضخم جدا اللي اللامدا بتاعته 0.1 بيبقى ريدكشن كبير 0.01، وكل ما اللامدا بتزيد كل ما الريدكشن فاكتور بيقل، يعني لغاية لما اوصل لواحد ما يبقاش فيه ريدكشن خالص في حالة ان اللامدا بتاعتي اللي هي الحدود بتاعت معادلة الان الاستيك باكلينج اللي هي الـ 1.1. فيبقى احنا عندنا اتنين موديفيكيشن فاكتورز، واحد للكاميرات واحد للأعمدة. الكاميرات في حالة الفار اند بتاعتها هنجد او فيكسد، والأعمدة في حالة ان العمود كبير ومدخلني في الرينج بتاع الان الاستيك باكلينج. ده بالنسبه للاعمده، الدرس بتاع الاعمده وازاي احسب الباكلينج لينس بتاعها وازاي احسب اف كريتيكال بتاعتها. الدرس بتاع الكاميرات بنحسب ازاي الام نومينال بتاعها، كانت بتعتمد على حاجتين. الحاجه الاولانيه هي اللوكال باكلينج، وكنا بندخل في الـ
في الجداول ديت عشان نحدد فلانج على تي فلانج والدي ويب على التي ويب واتاكد قطاع كومباكت ولا نون كومباكت او سلندر، وبناء عليه بحدد القطاع بتاعي كومباكت ولا وحدد المعادلات اللي انا هستخدمها من الحاجات اللي انا حاططها جوه السيركلز الزرقاء ديت. وكنت بدخل على حسب الانسبورتد لينث بتاعي في معادله من الثلاثه اللي مرسومين قدامي لو كان القطاع كومباكت سيكشن، فكنت بقول الانسبورتد لينث لو كان اقل من ال بي بقول ان الام نومينال بتساوي الام بلاستيك بتاعه القطاع، ولو كانت الانسبورتد لينث ما بين ال بي وال ار بجيب الام نومينال من المعادله ديت، ولو كانت الانسبورتد اكبر من ال ار بجيب ام نومينال من المعادله دي. فانا عندي ثلاث معادلات بيعتمدوا على اللاترال تورشنال باكلينج، وكمان بيعتمد قطاع كومباكت ولا نون كومباكت. فانا لو قطاع كومباكت بدخل في الثلاث معادلات دول، ولو كان القطاع نون كومباكت الثلاث معادلات بيتغيروا وبيبقوا بالمنظر ده، او الحدود بتاعتنا بدل ال بي وال ار بتبقى ال بي داش وال ار. والكلام ده خدناه واحنا بناخد الكاميرات وراجعنا عليه كمان الترم دوت واحنا بناخد كاميرا الكرينجر، فانا مش هدخل فيه بالتفصيل. انت وانت بتعمل المعادلات ديت لو تاخد بالك في فاكتور هنا اسمه سي بي. السي بي دوت بنحسبه ازاي في حاله الاعمده؟ بيقول لي في حالتين للعمود، ان العمود يكون عليه دايركت لود او ما يكونش عليه دايركت لود، يعني العمود عليه بيندنج مومنت بس جاي له نتيجه دايركت لود او مفيش دايركت لود. اعرف منين ان العمود اللي انا بدرسه شكل المومنت عليه بالمنظر ده لينير ما بين المومنت ام1 في اول العمود والمومنت ام2 في اخر العمود، والعلاقه بينهم لينير. لو كانت بارابولا يبقى العمود دوت عليه دايركت لود، عليه ويند لود مثلا، وهو اللي جايب عليه الاثنين مومنت. لكن لو عمود في فريم والفريم العمود مش متحمل، الكاميرا هي اللي متحمله بديد ولايف، بيبقى ده شكل المومنت عليه، فبعرف ان العمود وذاوت ترانسفيرس لود. في الحاله دي بجيب السي بي من المعادله دي، والمعادله دي بتساوي 1.75 بلس 1.05 ام1 اوفر ام2 بلس 0.3 ام1 اوفر ام2 سكويرد. اولا ام1 وام2 هي المومنت الصغير على المومنت الكبير، فانا شايف العمود وشايف المومنت الصغير وشايف المومنت الكبير، بقسمهم على 2، فلازم الريشيو دي تطلع اقل من 1. وكمان بديها اشاره بوزيتيف او نيجاتيف، بديها اشاره بوزيتيف لو كان المومنت عامل دبل كيرفيتشر على العمود بالمنظر ده، المومنت ام1 بيلف كده والمومنت ام2 بيلف كده، يبقى العمود دوت عامل دبل كيرفيتشر، يبقى بديله اشاره بوزيتيف. لو كانوا الاثنين مومنت بيلفوا عكس بعض هيبقى العمود عليه سنجل كيرفيتشر، واقول ساعتها انها نيجاتيف ساين، فيبقى الاشاره بتاعت ام1 على ام2 تظهر هنا نيجاتيف. هنا لو ظهرت نيجاتيف هي كده كده سكويرد، فمش بتاثر على الترم ده. بس في كل الحالات لازم السي بي تطلع اقل من 2.3، فلو طلعت اكتر من 2.3 هاخدها بتساوي 2.3. انا لازم اخد بالي من حاجه يا جماعه وانا بحسب ام1 وام2، ان انا لما يكون عندي عمود بالمنظر ده، ده مش عمود واحد، في الحقيقه ده ثلاث عمدان. ازاي ثلاث عمدان وعرفت منين؟ انا ببص على شكل بتاع الفيرتيكال بريسنج. الفيرتيكال بريسنج مقسم العمود ثلاث ادوار، فانا كل دور منهم بعتبره سيجمنت لوحده، فالدور ده بسميه سيجمنت 1، والدور ده بسميه سيجمنت 2، والدور ده بسميه سيجمنت 3، فدول ثلاث عمدان. همسك العمود ده اصممه لوحده او اعمل عليه تشيك لوحده، هو نفس القطاع، وده بعمل عليه تشيك لوحده وده بعمل عليه تشيك لوحده. فالسيجمنت الاولاني ام1 وام2 فين المومنت الصغير؟ المومنت الصغير بزيرو والمومنت الكبير بقيمه، فيبقى زيرو على قيمه تطلع بزيرو، يبقى الترم ده بزيرو والترم ده كمان بزيرو، تطلع السي بي في الحاله دي 1.5 في السيجمنت الاولاني. في السيجمنت الثاني لا، ده في قيمه الام1 وفي قيمه الام2 اهو، يبقى اقسم ام1 على ام2 وادي له اشاره. هدي له اشاره ايه؟ الاثنين مومنت دول
بيلفوا عكس بعض يبقى دوت سنجل كيرفيتشر، يبقى الإشارة نيجاتيف. فشوف M1 على M2 بكام وديها إشارة نيجاتيف وعوض في المعادلة دي أجيب السي بي، وهكذا شوف السيجمنت التالت وجيب له برضو السي بي بتاعته بتساوي كام. ممكن يبقى عمود بالمنظر دوت في حالة كرين جيردر، فبرضو متقسم ثلاثة سيجمنتس، فبقسم الثلاثة سيجمنتس واشتغل على ثلاث حالات بالنسبة للعمود بتاعي. كل الكيسز دي يا جماعة العمود ما عليهوش ترانسفيرس لود. طب لو العمود عليه ترانسفيرس لود هيطلع شكل البيندنج ما هواش ستريت من اوله لاخره، لا هيبقى فيه بارابولا زي ما انتم شايفين كده. في الحاله دي بتجيب سي بي من المعادله اللي مرسومه قدامكم ديت، واللي انتم اكيد خدتوها في الكاميرات، 12.5 ام ماكسيمم على 2.5 ام ماكسيمم بلس 3 ام اي بلس 4 ام بي بلس 3 ام سي، وام اي وبي وسي اللي هو المومنت في ربع السبان وفي نص السبان وفي ثلاث ارباع السبان. بعد كده هدخل على اخر حاجه في المحاضره بتاعت النهارده وهي البي دلتا افكت. احنا اي عمود يا جماعه عليه ان وام او بي وام، العمود دوت بيحصل له باكلينج، فلما بيحصل له باكلينج بيبقى شكل الكيرفيتشر بتاع العمود ممكن بالمنظر ده، بيحصل فيه ديفورميشن هنا اسمها دلتا. بيقول لي في الحاله ديت الدلتا دي انت مفروض النورمال فورس بي لو ضربته في الدلتا هيجيب لي مومنت زياده على العمود، فالمومنت اللي انت جايبه من الاستراكشر اناليسيس مفروض تجمع عليه قيمه اسمها بي في دلتا سمول نتيجه اللوكال ديفورميشن اللي حصلت هنا الدلتا. فده بسميه حاجه اسمها بسميه السكند اوردر اناليسيس او البي دلتا افكت، ان المومنت اللي طلعته من حسابات الفيرتشوال ورك او الاستراكشر اناليسيس بتاعي او من الساب لو انا بحل فيرست اوردر اناليسيس، المفروض ان انا اكبر المومنت شويه بقيمه البي سمول دلتا اللي انا شرحتها دلوقتي. ده في كمان دلتا تانية اسمها لارج دلتا نتيجه السوي بتاع العمود، يعني العمود كان مفروض يبقى راسي لكن لما جاله لاترال لود اتحرك بمسافه دلتا، دلتا كابيتال بقى، دي دلتا كابيتال ودي دلتا سمول. فبرضه البي في المسافه دلتا تديني مومنت تاني اسمه بي في دلتا كابيتال، يعني انا عندي اتنين مومنت دلوقتي، بي لارج دلتا وبي سمول دلتا. لو خدت الاتنين دول معايا في الاعتبار يبقى انا كده شغال سكند اوردر اناليسيس. وفي الحقيقه كل المعادلات اللي انا قلتها بتاعت الانتر اكشن ايكويشن اللي انا بعمل بيها تشيك على العمود اللي انا قلتها في اول المحاضره هي مبنيه ان المومنت اللي انا جايبه انت واخد معاك تاثير البي دلتا افكت. طب انا هجيب المومنت ازاي بقى وانا واخد بي دلتا افكت؟ بيقول لي تعالى نشوف انت حليت الفريم بتاعك ازاي. انت الفريم بتاعك مثلا دوت كان عليه فيرتيكال لودز اللي هي ديستريبيوتد لودز وكان عليه هوريزونتال لودز H1 و H2. انت بتحل الفريم دوت ازاي؟ نفتكر السنه اللي فاتت مثلا واحنا بنحل بالفيرتشوال ورك، احنا كنا عشان نحل الفريم ده بنحله مرتين مرحلتين، مره احط له هنا وسبورت هنا عند الورك عشان اقول دي حاله النون سوي فريم او النون ترانسليشن فريم اناليسيس NT، واحسب المومنت بتاع الكيس ديت واجيب الرياكشن R1 و R2، وبعدين اخد الرياكشنز R1 و R2 اعكسهم على الفريم واحل مره ثانيه السوي فريم او اللاترال ترانسليشن اناليسيس، فانا هيطلع لي مومنت من هنا ومومنت من هنا. بيقول لي المومنت فاينل باك سكند اوردر اناليسيس على الكيس الاولانيه اضربه فاكتور اسمه بي 1 زائد المومنت بتاع الكيس الثانيه واضربه فاكتور بي 2، وكمان النورمال فورس بيقول لي هنزوده، هاخد الكيس الاولانيه بتاعت النو ترانسليشن بس مش هضربها فاكتورز زائد الكيس الثانيه بتاعت اللاترال ترانسليشن ال تي واضربها فاكتور بي 2. ايه بي 1 وبي 2 اللي ظهروا عندي دلوقتي؟ دي المعادله بتاعت بي 1
بتساوي سي ام فاكتور اسمه سي ام على واحد ناقص بي التيميت على بي اويلر. بي اويلر احنا خدناها الترم اللي فات في الكمبريشن ممبر اللي هي باي سكويرد اي اي على ديت معروفة، والبي التيميت هي البي اللي جاية على العمود تمام، والسي ام ده مومنت موديفيكيشن فاكتور فور translation case and to be taken according to the following. CM بجيبها من المعادلة ديت 0.6 minus 0.4 M1 على M2 شبه اللي احنا كنا لسه شرحنا في السلايد اللي فاتت، واجيب CM ولازم تطلع اكتر من 0.4، بس دوت في حالة no transverse loading. لو كان عندي transverse loading فبيقول لي في حالتين للCM، يا اما 0.85 يا اما بواحد. واحد لو كانت simply supported at ends، يعني العمود بتاعي simply support فوق و simply support تحت، لكن لو كان في moment restraint يعني جاي له moment عند النهايات بتاعته هاخد CM بتاعته 0.85، ده في حالة transverse loading. يبقى انا عرفت CM بكام، اطلع احطها هنا اجيب ال B1 عشان اعوض بيها في المعادلة دي، لسه ناقص ال B2. البي 2 بجيبها يا اما من المعادله دي يا اما من المعادله دي، والمعادله ديت اسهل وهي دي اللي هنشتغل عليها، هي واحد ناقص واحد متاسف على واحد ناقص سيجما بي التيميت على سيجما بي اويلر بتاعه العمدان. يعني انا عندي فريم مثلا، الفريم دوت فيه عمودين وجردر او رافتر، فانا بقول ان البي التيميت سيجما بي التيميت بتاعت العمودين، ودي سيجما بي اويلر بتاعت العمودين، وادي بي اويلر بتاعتنا بتساوي اللي احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فات باي سكوير اي اي على كي ال سكوير. يبقى انا كده جبت بي 2. عشان افتكر انا كنت بجيب بي 2 ليه، انا كنت بجيب بي 2 بي 1 عشان اجيب السكند اوردر فاليو بتاعت المومنت والسكند اوردر اناليسيس فاليو بتاعت البي التيميت، علشان اعرف استخدم الانتراكشن ايكويشنز اللي احنا اتكلمنا عنها اول فتره خالص. لا في الامتحان لازم ابقى اقرا المساله كويس واتاكد هل انا بدي لك انا في الامتحان هدي لك النورمال والبي على العمود، مش هخليك تقعد تحل فيرتشوال ورك جوه الامتحان. فانا هقول لك هل البي والام اللي انا مديهم لك دول فيرست اوردر ولا سكند اوردر. لو كانوا سكند اوردر يبقى هتشتغل وتعوض على طول في معادله الانتراكشن ايكويشن، لكن لو كانوا فيرست اوردر هتضطر ان انت تحسب البي 1 والبي 2 علشان تجيب الام التيميت والبي التيميت اللي انت هتعوض بيهم في معادلات الانتراكشن ايكويشن. انا كده بخلصت المحاضرة. احنا خدنا يعني حوالي 40 دقيقة في المحاضرة. حد عنده سؤال؟ معانا يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ دكتور لو سمحت بس بالنسبة للترانسفيرس ممكن ايه؟ يجي نتيجة ايه مثلا؟ نتيجة الويند لود، الترانسفيرس لود بيجي نتيجة الويند لود او السايزميك لود. مش احنا قلنا ان الستراكشر بتاعي انا بحله تحت تأثير لود كيسز مختلفة، ديد لود ولايف لود وويند لود وسايزميك وتمبريتشر وكل الحالات اللي احنا بناخدها. وانا بختار بعد كده بعمل لود كومباينيشنز وبختار اكتر كومباينيشن كريتيكال على العمود، فممكن اللود الكومباينيشن الكريتيكال ممكن تطلع من الديد واللايف، ففي الحاله دي العمود مش هيبقى عليه ترانسفيرس لود، لكن ممكن تطلع من كيس بتاعه الديد زائد اللايف زائد الويند، يبقى في الحاله دي في ترانسفيرس لود. فعلى حسب الحاله اللي انا بشتغل عليها. دكتور عندي سؤال برضو، هل الترانسفيرس لود هيفرق مثلا لو كان في الاكس دايركشن عن الواي دايركشن، ولا بسيطه يعني شايفه معايا في تصميم قطاع؟
لا هيفرق طبعا. انت من الاول خالص انت بتبص على الاستراكشر بتاعك. فاكر في اللاي اوت في الترم اللي فات كنا قلنا لك بتحط الانيرشيا القويه بتاعه العمود في اتجاه التراس، عشان احنا عارفين ان هو ده الاتجاه اللي هيجي عليه مومنت، اللي جاي عليه الويند لود، لكن الاتجاه التاني مش هيجي عليه مومنت عشان ممسوك بالبريسنج. فانت من الاول انت عارف الويند لود جاي لك في انهي اتجاه، وبيأثر على ام اكس، بيعمل لك ام اكس ولا ام واي، فمفروض ان هو يكون جاي على المحور الكبير اللي هو الام اكس. فانت لازم تبتدي بقى تربط الدروس كلها مع بعضها، وتفكر في اللي اوت احنا ليه حطينا العمود كده. اكيد كان في منطق ان احنا نحط العمود في الانيرشا القويه بتاعته في الاتجاه دوت، عشان هو ده اللي هيقاوم المومنت اللي احنا بقى النهارده بنصممه. حد عنده سؤال تاني؟ شكرا يا دكتور. يعني يا دكتور الايات اللي احنا بنحتاجها دي اي اكس، يعني ناخدها اي اكس. مهندس احمد انت لما اتكلمت كان في صوت بيزن جنبك، فانا ما سمعتش انت بتقول ايه. انا بقول يعني لما نيجي ناخد الاي اكس الاي على ال اللي ممكن نجيب الجي مثلا، حاجه ناخد قيمه الاي اكس يعني دي اللي بنعوض بيها. انت بتجيب الجي وانت بتحسب الباكلينج لينث بتاع العمود صح؟ انت العمود احنا قلنا in plane و out of plane، فانت بتشوف ال in plane حوالين انهي محور. الباكلينج لو حصل هيحصل حوالين محور x ولا y، وغالبا بيبقى حوالين x، فبتستخدم الانيرشيا بتاعت x. وبعدين لما تيجي تدرس الباكلينج out of plane هتشوف شكل الفريم في الاوت اوف بلين، وتحسب له الجي بتاعته لو كان هو فريم برضو ما كانش بريسنج، لان ساعات الاوت اوف بلين بيبقى فريم، يعني ساعات العمود بيبقى ان بلين فريم واوت اوف بلين فريم. هو احنا يعني معظم الحالات بتاعتنا في المصانع اللي خدناها من اول الترم اللي فات كان العمود بيبقى فريم في الان بلين، لكن في الاوت اوف بلين بيبقى تراس اللي هو الفيرتيكال بريسنج. بس في بعض الحالات لو تفتكروا ما كناش بنعرف نحط فيرتيكال بريسنج، وكنا بناخد بورتال فريم بريسنج، ففي الحالة دي العمود هيبقى فريم في الاتجاهين. ففي الان بلين وانا بحسب الجي هاخد اي اكس، وفي الاوت اوف بلين وانا بحسب الجي هاخد الاي واي، فعلى حسب الاتجاه اللي انت بتدرس المومنت بتاعه والباكلينج بتاعه. ماشي تمام شكرا. حد تاني عنده سؤال؟ دكتور بعد اذن حضرتك اخر جزئيه ما فهمتهاش، يعني ايه فيرست اوردر وسكند اوردر في البي والام؟ لا ما سمعتكيش يا ياسمين. حضرتك قلت في الاخر البي والام بتبقى جيفن في الامتحان فيرست اوردر او سكند اوردر. ايوه انا ما فهمتش يعني ايه فيرست اوردر وسكند اوردر. يا خبر ده انا قعدت اخر 10 دقايق بشرح فيها. السكند اوردر هو ان انا اخد سير الديفورميشن اللي هيحصل نتيجه الباكلينج بتاع العمود، زود لي مومنت على العمود. يعني الاستراكشر اناليسز اللي انت كنت بتاخديه طول السنتين اللي فاتوا في اولى وثانيه مدني كنت بتحسبي المومنت وما بتاخديش تاثير الباكلينج معاكي خالص، فبنسميه فيرست اوردر اناليسز. لو انا خدت تاثير الباكلينج والسوي يبقى انا خدت تاثير البي دلتا افكت، يبقى المومنت بتاعي بيزيد شويه عن الفيرست اوردر اناليسز. فاحنا في الكود عاملين طريقه نكبر بيها المومنت. ما انا مش هعرف احسب الديفورميشن دلوقتي لان انا لسه ما صممتش العمود. انا لو صممت العمود هقدر من ساب مثلا اجيب الديفورميشن
واقدر اضرب اللود في الديفور في الـ في الـ في الـ في السوي فاجيب البي دلتا البي لارج دلتا، لكن السمول دلتا مش هعرف اجيبها لان ده بيعتمد على الباكلينج، والباكلينج احنا مش هنعرف نحسب قيمه الديفورميشن اللي حصل في العمود نتيجه الباكلينج اللي هي البي سمول دلتا. فاحنا في الكود بنديكي طريقه ايكويفالنت تحسبي بيها دايركت كده قيمه المومنت كبرت من الفيرست اوردر للسكند اوردر بقيمه قد ايه. فبنقول لك احسبي حاجه اسمها بي 1 وبي 2 وادخلي في معادلات احسبي البي والام نتيجه البي دلتا افكت، يبقى انت كده حسبتي البي والام نتيجه السكند اوردر اناليسيس. فهمتي قصدي؟ تمام، شكرا يا دكتور. العفو. حد عنده سؤال تاني؟ خلاص لو مفيش اسئله يا جماعه يبقى نتقابل في المحاضره اللي جايه وناخد الاعمده البيلت اب سكشن. شكرا جزيلا.